هاي طفل، ها هاي طفل بده يشتري. أمي يا عمو هاي. ليس بمقدور أطفال حي التضامن أحد أحياء دمشق الجنوبية والقريبة من مخيم اليرموك، ليس بمقدورهم أن يشتروا طعاما أو ألعابا، فواقع الحصار قد فرض عليهم ظروف حياة صعبة أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية المتوفرة إلى حد يعجزون عنه، وقد فرضت حواجز جيش النظام حصارا خانقا على الحي فمنعت دخول أصناف الطعام والخضار إليه. اللي صاير هاي اللي شايفة بهارات 225 ليرة عم تحلها الناس بمي وبتشربها، أكل أطفال تمر هندي، هذا تمر الهندي صار أكل الأطفال، هذا هو شايفه ها؟ وهذا شبه كاكاو مخلط، يعني أكلات يرسى لها خل، كمان الناس عم تحرب مي وتشرب. العيش في حي التضامن أشبه بقصة خيالية أو كابوس يعيشه السكان على مدار كل يوم. أما وقد أطبقت حواجز جيش النظام وقصر المنقذون أو تعذر وصولهم، فما للسكان إلا انتظار الموت على حد تعبير أحدهم. محاصرين 6 شهور ونص، ما بقى في عنا لا أكل ولا خبز ولا شيء، عم ناكل مي عم نغليها ونشربها، وقصف شغال علينا والقنص شغال علينا، ما شيء يعني، عم نستنى الموت. كيلو الرز ب 7000 و 8000، كيلو السكر ب 8000، كيلو البرغل ب 8000، بدنا ياكل بدنا ياكل، واحد رح يسرق ما في، ما تمشي ياكله ما تمشي بالدنيا كلها. أيضاً لما الساعة 7 طلع من أكل كيلو خبازة بقدر نجيب. تحصيل وجبة طعام واحدة في اليوم تجنب الأطفال عن الهلاك جوعاً هو الهدف الذي تسعى إليه العائلات المحاصرة. أما الوجبة فهي شيء مما تنبت الأرض من حشائش أو ما يدعى بالسليق، أو شيء من البرغل أو الرز يرتفع سعرها فيعجز الناس عن تأمين شيء منها، ويبقى الجوع بانتظار الأطفال.